هنروح مع حضراتكم الموضوع تاني. بالتأكيد كلنا تابعنا المواقف الكتير اللي حصلت بخصوص نهائي أبطال أفريقيا وعدد كبير من الملفات الخاصة باتحاد الكرة. عشان كده وزارة الشباب والرياضة أعلنت أنه في لجنة لبحث شكاوى عدم الشفافية والفساد، هتبدأ فحص شامل لملفات اتحاد كرة القدم، وهتنتهي اللجنة من أعمالها خلال الأيام اللي جاية، وهيصدر تقرير مفصل عن نتائج أعمال هذه اللجنة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور محمد فوزي المتحدث باسم الوزارة، معنا دلوقتي عبر الهاتف. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير عليك يا استاذ محمد وعلى الاستاذه جمانة وكل الساده المشاهدين، تحياتي لحضراتكم. يا اهلا بيك يا فندم. في البدايه، ما الذي يدور داخل اروقه الاتحاد؟ خلينا نتكلم الاول من خلال البيان اللي اصدرته وزاره الشباب والرياضه امس، وهو خاص بتشكيل لجنه لبحث شكاوى عدم الشفافيه والفساد بالوزاره، واللي هتبدا فحص شامل لكل ملفات اتحاد كره القدم الحالي، وكمان من ضمن هذه الملفات بحث ملف النهائي الخاص بالبطولة الإفريقية، وأيضا الملفات المالية الخاصة بهذا الشأن. يمكن في ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة، واللي بتأكد من خلال هذا البيان على دورها نحو استقرار المنظومة الرياضية من خلال تفعيل دورها كمان الرقابي والمحاسبة على كافة الهيئات الرياضية والشبابية، وبإشراف لجنة مشكلة بقرار من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لبحث هذه الشكاوى الخاصة بعدم الشفافية والفساد وعملها نحو فحص أعمال الاتحاد المصري لكرة القدم. في هذا السياق أكدت وزارة الشباب والرياضة أن اللجنة المشكلة من السادة المستشارين ومن المختصين داخل وزارة الشباب والرياضة مباشرة أعمالها نحو فحص العديد من الملفات الخاصة بالاتحاد المصري لكرة القدم، واللي في مقدمتها بتأتي ملف المباراة النهائية اللي جمعت ما بين النادي الأهلي المصري ونادي الوداد المغربي الشقيق. كمان خلينا نقول أن اللجنة هتتضمن أعمال فحص العديد من الملفات المالية خلال الفترة الحالية وكمان الفترات السابقة على مدار تعاقد مجالس الإدارات واللجان المشكلة واللي كان لها دور في إدارة شؤون اتحاد كرة القدم المصري. يعني أفهم من حضرتك يا فندم أنه هذا الفحص مش هيكون متعلق بمجلس الإدارة الحالي فقط، ولكن الإدارات السابقة أيضا وكمان اللجان المشكلة اللي أدارت اتحاد كرة القدم، إبان الفترة الانتقالية اللي عقبت استقالة مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بعد كأس الأمم الإفريقية عام 2019. طيب السادة المشاهدين هيسألونا، يقولون طيب إمتى أعمال اللجنة دي هتظهر للنور وإزاي هنعرضها وهل هتكون بالفعل فاعلة ونافذة؟ أؤكد للسادة المشاهدين ولحضراتكم أن خلال الأيام القليلة المقبلة هيتم الإعلان عن نتائج هذه اللجنة بشكل كامل وبمنتهى الشفافية وفي إطار الحوكمة اللي بتنتهج وزارة الشباب والرياضة على كل الهيئات الشبابية والرياضية. عظيم. وهيكون في بيان كمان يا دكتور محمد للناس، لأن حضرتك عارف الناس بتاكل كورة تقريبا. هنعلن للرأي العام نتائج هذه اللجنة إن شاء الله، ربما يكون في نهاية هذا الأسبوع أو في مطلع الأسبوع المقبل إن شاء الله. طيب يا فندم، برضو في سؤال بيشغل بال المشاهدين، يعني هل موقف رحيل كيروش وأيضا طريقة اختيار إيهاب جلال هتخضع أيضا للفحص، ولا دي هتكون يعني مسألة تقديرية تترك للاتحاد؟ طيب خلينا نتكلم برضو عن دور وزارة الشباب والرياضة في هذا الشأن. وزارة الشباب والرياضة لا تتدخل في الأعمال الفنية لأي هيئة رياضية، وبما ان الاتحاد المصري لكرة القدم احد هذه الهيئات الرياضية، فلا تتدخل وزارة الشباب والرياضة في اعماله الفنية لا من قريب ولا من بعيد، ولكن دور وزارة الشباب والرياضة على اتحاد كرة القدم وكل الاتحادات الرياضية المعنية وايضا اللجنة الأولمبية هو دور رقابي ومالي فقط لا غير. يعني طيب. فحص المخالفات الإدارية والمادية ان وجد زي ما حضرتك تحدث. طبعا يعني احنا طبعا زي ما حضرتك تحدثت احنا يعني في انتظار الايام القادمه وما سيخرج من بيان، بس يعني عايز اعرف برضو من حضرتك لو ثبت ان في مشكله او في مخالفه اداريه او ماليه هيكون ايه الوضع، ايه اللي هيحصل؟ هناك جهات مختصه بيتم تحويل لها هذا الامر من خاص ب، سواء لو كان هناك في مخالفات إدارية أو مخالفات مالية، في جهات مختصة بيتم رفع إليها التقرير بشكل مباشر، وكمان في الشق القانوني بيبقى في محاكم خاصة بيه، والشق الرياضي بيبقى في اللي هي مركز التسوية والمنازعات. دي حاجة مهمة جدا. كمان أنا عايز أوجه الشكر الأول لكل وسائل الإعلام وكمان برنامج صباح الخير يا مصر، شريك أساسي في نجاح
عمل وزارة الشباب والرياضة من خلال التغطية الشاملة لكل أنشطة الوزارة. كمان خليني أقول إن احنا في هذا الشهر 8 سنين إنجازات، إنجازات في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل المجالات. نتكلم على المجال الرياضي والشبابي، عندنا عدد كبير جدا من الإنجازات اللي لمسناها واللي المواطن المصري لمسها، تطوير شامل لكل البنية الإنشائية صحيح. الشبابية والرياضية، إنجاز شامل في كل محافظات الجمهورية على صعيد تطوير الأنشطة والبرامج اللي بتقدم للمواطن المصري البسيط. مصر أصبحت بالفعل بفضل إيمان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وجعلها أمن قومي وجعلها أحد أهم مقومات الدولة الشاملة، وأصبح للرياضة دور كبير جدا في دعم الاقتصاد الوطني. كان في تطوير شامل بالفعل من خلال هذا الإيمان القوي وانطلاقة كبيرة جدا على جميع المستويات. عندنا مدينة مصر الأولمبية أو مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية واحدة من أكبر المدن الرياضية على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، واللي هيكون لها دور كبير جدا في استضافة كبرى الأحداث والفعاليات العالمية. في اهتمام كبير يا دكتور محمد بالفعل بقطاع الرياضة، واحنا زي ما جمان قالت احنا في انتظار نتائج هذه اللجنة، أعتقد أنه باستمرار بيكون في لجان تفتيش على الاتحاد. وابدا هناك لجان بتقوم بدورها الرقابي والفحص الشامل لكل اعمال الاتحادات الرياضيه وايضا اللجنه الاولمبيه. كل شكر لك يا فندم دكتور محمد فوزي متحدث باسم الوزاره، شكرا جزيلا لك.